ويمكن احنا لو قلنا لبعضكم يعني اتكلم على الحوادث والاعاقات اللي تمت اثناء شغلكم في السنين اللي فاتت، هنسمع كلام كتير قوي. اللي اتخطف قريبه، واللي اتخطف ابنه، واللي اتحرقت له معدات، واللي حذر من ان هو ما يكملش. وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا ان احنا النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة، مش التنمية بس، الحياة، حياة الناس، لان ما فيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة. يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في امان، الناس ما تبقاش عايشة. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. احنا بقى لنا 8 سنين أو 9 سنين بنعمل ده. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، ومش عارف أنا موقفكم كده أخليكم تخشوا ولا إيه، لكن أصل ليا مطلب عندكم يعني. فلكن خليني أقول لكم كلمة. سينا مساحتها 60,000 كيلو. احنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على 60,000 كيلو برضو، مش كده؟ تقريبا. وده مهم قوي ان انتوا يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري او من اهالينا في سينا يسمع ده. احنا مصر كلها كسكان متجمعين على 60,000 كيلومتر تقريبا يعني. بنحاول نزودها ونخليها يعني 12% ولا حاجة، وده خطتنا في المدن الجديدة. لكن عايز أقول سينا لوحدها 60,000. وعشان كده، عشان بس يعني زي ما اتقال على مدى السنين ما تعملش تنمية كبيرة فيها، لأن كان حجم التكلفة على عشان تعمل بنية أساسية في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكة طرق، عايز تعمل محطة كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي واتعرض عليكم، عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو او على في التجمعات اللي موجوده فيها، تكلفته عاليه جدا. وده اللي اعاق التنميه خلال الفتره اللي فاتت.